الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد وجامع الناس وجامع الناس ليوم لا ريب فيه وجامع الناس ليوم لا ريب فيه وجامع الناس ليوم لا شك فيه ألا ذلك القارعة يوم القارعة يوم القيامة يوم الدين لرب العالمين عباد الله يا عباد الله أيها الناس اتقوا الله تبارك وتعالى واشكروه على نعمه التي من عليكم في إتمام الصيام والقيام إن ذلك من أكبر النعم التي منها الله عليكم وأعطاكم إياها واسألوا الله أن يتقبل منكم صالح الأعمال ويتجاوز عما حصل منكم من التفريط والإهمال في رمضان في صيام رمضان كم مفرط منا كم مهمل منا لذلك أتوجه إلى الله بالتضرع ارفعوا أيديكم إلى الله ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة واعلموا يا عباد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان وأتبعه ست من شوال يقابل ذلك الصوم شهرين كاملين يقابل ذلك أي يساوي ذلك شهرين وكأنك صمت شهرين إذا صمت ستة أيام من الغد وذلك تمام العام نفيدكم علما بأن لا بأس أن يصومها أن يصوم الإنسان تلك الأيام سنة ويمكنه أن يترك سنة على حسب الاستطاعة ولكن الأفضل أن يصومها كل سنة ولا يحرم نفسه ثوابها أيها الناس تذكروا بجمعكم هذا يوم الجمع الأكبر حين يقوم الناس رفاة الأقدام عارية الأجسام شاخصة الأبصار إلى السماء يوم يقول الله تبارك وتعالى يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد عباد الله تذكروا يوم ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما عملت وهم لا يحضرون عباد الله ثم توفى كل نفس يقول الله تبارك وتعالى يوم تفرق الصحف ذات اليمين وذات الشمال يقول تبارك وتعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فيدعو ثبورا عباد الله يا أهل الإيمان والإسلام يا من تدعون اتباع محمد صلى الله عليه وسلم يا من تنطقون لا إله إلا الله محمد رسول الله يا من تدعون أفضلية أنكم عفر ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء يرحمكم رحمن الدنيا والآخرة فلا وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبو بكر وعثمان وعمر وعلي وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين يا رب العالمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا يا الله يا ربنا أنزل وأرنا مقتك وغضبك وبأسك أرنا وأنزل على العصاة غضبك ومقتك وبأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين عباد الله نسألك يا الله يا عباد الله تضرعوا واسألوا ربكم في هذا المقام حتى لا نرجع فاض اليدين حاف القدمين يا رب العالمين أرنا في هذه العصابة الطاغية الطامعة في أرضنا أرنا فيهم عجائب قدرتك التي يستحقونها وأرنا فيهم المكتب غضبك يا رب العالمين علنا ومن الآن فصاعدا يا رب العالمين ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم لا تمكن هذه العصابة الطامعة موطئ قدم في أرض بلادنا يا رب العالمين دعوناك وقد قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا فإنا أبدا لا نستطيع جلب ما نرضو جلب ما نريد ولا نستطيع دفع ما نكره يا الله يا حي يا قيوم غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب يا الله يا رحمن يا رحيم رحمن الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير نحن الضعفاء وأنت القوي قونا يا رب العالمين قونا في مجتمعنا قونا في بلادنا وقونا في من حولنا اجعلنا يا رب العالمين مهتدين إلى الله ومهتدين إلى منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم. የዒድ ኹጥባውን እንደተሰማችሁት ነው። እንግዲህ እስካሁን ድረስ በሰማችሁት መሰረት በአይሰዒታ ከተማ በሼህ መሐመድ አወል ሼህ መሐመድ አህመድ ኹጥባ እና የመጨረሻውን ዱዓ አስመልክቶ ሰምታችኋል እና ደስ መንዳላችሁ ተስፋለን ማለት ነው። እና ህዝበ ሙስሊሙም ሶላቱን በስርዓት አጠናቆ በዚህ መልኩ እየተበተነ ይገኛል ማለት ነው። አሰላሙ አለይኩም እንደምታውቁት ሁሉም ወደ የቱ ኹጥባውን ጨርሶ ሰላቱን ሰግዶ ኹጥባውን አዳምጦ ሁሉም ተበትኗል። አሁን በዚህ መልኩ ማለት ነው እንግዲህ እኔም ይሄን በመሰለ እስካሁን ድረስ ከታተልኩ ይቼንን አቅርቤያለሁ። ለዛሬ በዚህ ይበቃኛል። ወዳጆቻችሁ አከብራችኋለሁ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።
በዚህ አይነት